هنرجع مشاهدينا مرة تانية وخلال الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك مع أبناء الشهداء، وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة هامة للفنانين المشاركين في مسلسل الاختيار. رسالة الرئيس قدم خلالها الشكر على المجهود اللي قاموا بيه في المسلسل عشان يعرضوا الحقيقة، واتكلم سيادة الرئيس عن دور الدراما وأهميتها والتأثير كمان اللي عملوا هذا العمل الضخم الاختيار. كمان اتكلم تحديدا عن التهديدات اللي كانت قيادات الإخوان بيهددوا بيها البلاد، وتحدث عن أنه تهديد منهم العرض في المسلسل كان من خيرة الشاطر. نتابع. مش هتمشوا، مش هتمشوا، وفرصة أن أنا في يوم العيد ده ان احنا اولا نقول لكم كل سنه وانتم طيبين ونشكركم. وانا عايز اقول لكم على حاجه، اللي انتم عملتوه كان جزء كبير منه هو لصالح الابطال والشهداء اللي ضحوا عشان خاطر مصر تعيش. أنا عايز أقول لكم على حاجة تاني ليكم ولكل الناس اللي بتسمعني. إحنا قلنا إن التاريخ ما نسيبوش لحد. والله 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 إحنا كنا حريصين على إن إحنا لا يسقط ولا يحصل تصادم، واللي أنتوا عملتوه وسجلتوه وطلعتوه للناس والله دي الحقيقة، الحقيقة أنا بقوله هنا لكل ولاد وبنات مصر وأسر الشهداء والمصابين. اوعوا تفتكروا إن ولادكم، أبهاتكم، أزواجكم سقطوا في معركة طغيان. لا، احنا ما طغيناش، احنا لم نعتدي، احنا حاولنا، وكل كلمة اتقالت دي كانت عبارة عن واقع نقلتوه للناس كلها، عشان الولاد الصغيرة دول لما يطلعوا ويكبروا وحد يقول لهم، لما هم يقولوا احنا ابناء الشهداء، احنا ابناء الابطال اللي حافظوا على البلد دي، فمحدش يقول يزيف ويشوه تاريخهم ويضيع قيمة اللي هم عملوه. أنا عايز أقول لكم تاني، شفتوا قد إيه عمل درامي بألف كتاب وبألف ساعة حوار. أنتوا ما تعرفوش أنتوا عملتوا إيه في، مش عايز أتكلم عشان بس ده عيد، لكن الدنيا واللي هم، طب تصدقوا بالله حتى البيان اللي كتبناه كنا حريصين ان احنا لاخر لحظه ما يحصلش صدام، لا قلنا فيه عزل رئيس ولا قلنا فيه مش عارف جماعه ارهابيه ولا اي حاجه. حتى البيان اتكتب، بس يمكن كتير مننا ما ياخدش باله. أنا بقول الكلام ده دلوقتي لكم لأن كتير من الناس ما كانوش مصدقين إن أنا مستعد لأجل خاطر الحقيقة والصدق والأمانة إن ما تتشوهش القيمة الكبيرة
اللي عملها المصريين في 2013. حاولنا كتير قوي ان احنا نحل المسألة من غير مواجهة او اصطدام، لكن للأسف الادعاء والتشويه والشائعات حتى دلوقتي محدش عايز يفكر يقول يا ترى اللي اتقال ده كان حقيقة ولا حتى نص حقيقة. أبدا، الكل يعني ربنا يكفينا أهل الشر. وبقول للمصريين كل سنة وانتم طيبين، وخلي بالكم من بلدكم، خلي بالكم من بلدكم. والكلام ده ما كانش ممكن حد يقبل في موضعي في مكاني انه يتعامل وهو موجود، بس انا قلت عشان كل كلمة وكل موقف ما يبقاش فيه كذبة واحدة، ما يبقاش فيه كذبة واحدة. إن المرء لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. فاهمين كلامي؟ المسلسل ده أنا طبعا في يعني مشاهد لأجهزة الأمن واللي عملته ده حجمه قليل من جهد عمل في أصعب وقت، وما زلنا لغاية دلوقتي. لكن أنا بتكلم عن وقائع خاصة بالدولة. أنا عايز أقول لكم الموضوع اللي حصل فيه تهديد مباشر للجيش اتعمل 3 مرات. مرة اتعمل مع المشير الله يرحمه حسين طنطاوي، ان لو الانتخابات والنتائج طلعت غير الرئيس الله يرحمه مرسي يبقى البلد هتولع. المرة التانية لما خيرت الشاطر قال احنا نقدر، حرقنا المقرات بتاعت الامن الوطني ونقدر نعمل محاكمة شعبية ليهم ونحاكمهم. المرة التالتة كانت ليا شخصيا قسما بجلال الله 45 دقيقة يعمل لي بإيده كده 45 دقيقة يقول لي هنقتل وهنجيب من كل حتة وهتولع الدنيا. أنا بقسم بالله، عشان في ناس كتير يقول لك إيه ما تطلعوا لنا الحاجات دي، أنا أقسمت بالله عشان أنتوا هتلاحظوا إن رد الفعل على المسلسل ده حالة من الاستنفار الشديد من جانبهم، وادعاء وتشويه وزيف. صحيح بيعملوا كده، رغم ان انا قعدت 7 سنين لم اذكرهم مرة، كنت اقول اهل الشر عشان ادي فرصة لأهل الشر أنه يتراجع عن الشر. يا رب يهدينا كلنا. أنا بشكركم ولسه الدور مخلص. دوركم كدراما كمسلسلات في بناء وعي حقيقي للبلد دي على كتفكم وعلى عقولكم، على كتفكم وعلى عقولكم. وأنا أتصور إن
المسلسلات ديت كانت كاشفة لذوق وعقل المصريين. كل الناس لم يختلف اتنين، فاسمحوا لي ان انا باسمي وباسم كل الناس اشكركم شكرا جزيلا، وكل سنة وانتم طيبين. شكرا جزيلا.